السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. صباح الخير جميعا وكل سنة وانتم طيبين. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفحة جديدة من صفحات التنمية المصرية نسطرها اليوم، ومضة جديدة من ومضات الأمل على طريق مستقبل مصرنا الغالية التي بدأت تخطو على درب إعادة البناء لتحقيق التنمية والرخاء لشعب آن له أن ينعم بخيراته وأن يكون على رأس اهتمام قياداته، والتي لا تألو جهدا في سبيل تحقيق كل طموحاته. اليوم ومن هنا من مدينة بدر نشهد تدشين 32 مشروعا جديدا تضاف إلى اقتصادنا القومي. نستهل فعاليات يومنا هذا بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم مع القارئ الشيخ أيمن عقل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها
الثواب وحسنة مرتفقا. صدق الله العظيم. خطوات جادة تخطوها الدولة المصرية نحو البناء والتنمية، مشروعات تم إنجازها ومشروعات أخرى في طريقها للتنفيذ وفقا لبرامج زمنية محددة لتحقيق الاستفادة من الاستثمارات المتعلقة بهذه المشروعات ووضع خطط تنفيذية عاجلة لها والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من إتمام هذه المشروعات بما يعود بالنفع على المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له. الآن مع كلمة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السادة الحضور الكرام، اسمحوا لي يا سيادة الرئيس في بداية كلمتي أن أتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والامتنان على تشريفكم هذا الاحتفال لافتتاح عدد من المشروعات القومية للتنمية في مختلف المجالات، والذي يأتي بعد أيام قليلة من افتتاح موسم الحصاد انطلاقا من المنطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، والذي يعد بداية واعدة لمشروع استصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان، وذلك بمختلف مناطق الجمهورية إن شاء الله. سيادة الرئيس، إن تحقيق التنمية الشاملة لمصر هو الهدف الأسمى الذي نسعى جميعا لتحقيقه من خلال تعميق الإصلاح وتحقيق الشراكة بين كافة القطاعات بالدولة كأساس لبناء وطن قوي مزدهر. إن هذا الفجر الجديد الذي يشرق على بلدنا الغالية يعيد في الواقع صياغة دور الدولة ويفسح الطريق لعودة نظام الدولة التنموية التي تتخذ من التنمية الشاملة مهمة رئيسية من خلال القيام بتنفيذ مشروعات قومية كبرى. ولقد بدأتم يا سيادة الرئيس هذا العصر التنموي الجديد بمشروع قناة السويس الجديدة، والتي تم الاعتماد في تمويلها على الاكتتاب الشعبي في ظاهرة غير مسبوقة حققت نجاحا باهرا. سيادة الرئيس، إن بلدنا الغالية لديها من الإمكانيات والقدرات الهائلة وكذلك الأجيال الواعدة من الشباب ما يؤهلها لقهر التحديات والعودة من جديد إلى مكانها الطبيعي مركزا للعديد من الصناعات بمختلف أنواعها وبوابة للتجارة الإقليمية والعالمية وملتقى للثقافة والإبداع. وهو ما يستوجب منا كحكومة أن يتم تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته وفاعليته بما يتوافق مع حجم الإنجاز والمشروعات الجاري والمخطط تنفيذها. ولقد تضمن برنامج الحكومة عدة عناصر رئيسية في استراتيجية إصلاح وتطوير هذا الجهاز، ومنها تطوير نظم الإدارة وتأهيل قيادات الصف الثاني لتحمل المسؤولية وتمكين الشباب من المشاركة بفاعلية في خطط التنمية، تطوير منظومة اتخاذ القرار ومتابعة تنفيذه بدقة، حسن إدارة موارد الدولة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمستثمرين وبأسلوب اقتصادي، تحديث وتطوير التشريعات والنظم واللوائح المنظمة للعمل، القضاء على الروتين الحكومي بما يتوافق مع ما يتطلبه تنفيذ الأهداف المخططة للمرحلة المقبلة، والقضاء على الفساد ومحاسبة المخطئ ومساءلته. سيادة الرئيس، لقد وعدنا شعبنا العظيم في فبراير الماضي أثناء تشريف سيادتكم افتتاح بعض المشروعات التنموية العملاقة انطلاقا من مشروع الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر الجديدة بأن تكون المشروعات التي افتتحت آنذاك مقدمة لمجموعة أخرى من المشروعات العملاقة. واليوم نفتتح بتشريف سيادتكم 32 مشروعا تنمويا كمقدمة لافتتاح العديد من المشروعات خلال الفترة القريبة القادمة بإذن الله.
إن هذه المشروعات والتي تم تنفيذها بسواعد مقاتلي قواتنا المسلحة الباسلة في شراكة متميزة مع الوزارات والهيئات والشركات الوطنية من القطاعين الخاص والعام تعد دليلا على قدرة وعزيمة وتصميم المصريين جميعا على تخطي الصعاب ومواجهة التحديات وبناء مستقبل مشرق واعد لمصر بإذن الله. سيادة الرئيس، إن التنوع في هذه المشروعات ما بين منشآت سكنية وخدمية ومشروعات للبنية الأساسية تم تنفيذها في 19 محافظة يؤكد أن الدولة تولي اهتمامها بكافة المحافظات والمدن على قدر سواء، وأن هذا التعمير والبناء قادمة إلى كل ربوع مصر إن شاء الله. وفي ختام كلمتي أؤكد لسيادتكم أن العمل والإنجاز مستمرين بلا توقف من أجل بناء غد أفضل تتحد فيه الرؤى وتتضافر فيه الجهود لصنع المستقبل المشرق الذي تحلمون به لمصرنا الغالية. وفقكم الله يا سيادة الرئيس، ووفقنا جميعا لما فيه خير ورفعة الوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أحد قطاعات الدولة المعنية بالتنمية الشاملة لجمهورية مصر العربية، والتي تتضمن التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية. ومشكلة الإسكان كانت ولا تزال أحد أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وقد خطت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطوات ملموسة في سبيل توفير المسكن المناسب الذي يعد أولى لبنات بناء أسر جديدة. حول إنجازات وزارة الإسكان نتابع كلمة السيد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور الكرام، شرف كبير ان حضراتكم تشرفونا النهارده في مدينه بدر احدى المدن الجديده الواعده في مصر، وحضراتكم كنت شرفتونا واسعدتونا في من شهرين فاتوا في حدائق اكتوبر. والنهارده يمكن اسمح لي فخامه الرئيس ان احنا نعرض حصاد عمل عامين كاملين لوزاره الاسكان، وهنبدا بمشروع العملاق اللي حضرتك اطلقته، مشروع الاسكان الاجتماعي. احنا النهارده يعني بناء على توجيهات سيادتك في فبراير الماضي لما كنا بنعرض على حضرتك ان احنا بنعمل في 256 الف وحده وحننهيهم بنهايه هذا العام، وحضرتك وجهت ان احنا نضاعف العدد المستهدف الجديد من 200 الف ل 400 الف، اصبح النهارده ان احنا بنعمل في 656 الف وحده سكنيه تكلفتهم الاستثماريه 100 مليار جنيه او 97 مليار جنيه بالظبط. النهارده حضرتك المرحله الاولى اللي احنا 256 الف، احنا انهينا بالفعل يا فندم 125 الف وحده منهم بالكامل، يعني بزياده حوالي 24 الف وقت ما عرضنا على حضرتك من شهرين، دول خلصوا. ان شاء الله في 30/6 هنكون انهينا 75 الف تانيين، يعني هنكون اكملنا 200 الف وحده سكنيه، وال 56 الف الاخرين ان شاء الله قبل نهايه العام يعني على 30/12 هنكون انهيناهم بالكامل. أعلننا كنا عن 84 ألف منهم يا فندم، وبالفعل سلمنا 40 ألف والباقي جاري تسليمه تباعا، وإجمالي التكلفة المالية للمرحلة الأولى دي لوحدها كانت 37 مليار اللي هي 256 ألف، ولكن مع المرحلة الثانية اللي هي 400 ألف وحدة هنصل ل 60 مليار، يعني هنبقى فعلا بنوصل لحوالي 97 مليار حجم مشروع بننفذه كدولة في عامين فقط إن شاء الله. دي كانت الوحدات اللي بالفعل اتسلمت للمواطنين سكنوها دي في سلام في العاشر من رمضان. النهارده حضرتك بناء على توجيه حضرتك في فبراير لل 400 الف وحده سكنيه، بالفعل حضرتك احنا بدانا بننفذ على الارض 145 الف منهم، الوزاره الاسكان مع الهيئه الهندسيه بننفذ مع بعض يعني يدا بيد، جاري اسناد وتسليم المواقع ل 145 الف وحده اخرى، ودول جزء منهم ايضا الهيئه وزاره الاسكان في المدن الجديده والهيئه الهندسيه، وايضا 44 الف وحده في المدن القائمه والمحافظات، بالاضافه ل 120 الف النهارده
النهارده بننهي تخطيطاتهم وهينزلوا على طول ان شاء الله عمليه التنفيذ. يعني يبقى كده حركة ال 400 ألف بالكامل باذن الله كخطه هنكون شغالين.